هلا، وشلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. جيتكم اليوم فيديو المشتريات. كل البنات اشق اشق هاي المشتريات اشق، فحبيت اشارك هاي المشتريات البسيطة وياكم بنات. اتمنى تعجبكم. طبعا انا قاعدة في امان الله، وطب ابو يوسف جايب لي هاي المشتريات. سوالي مفاجئة، ليه جاب لي هاي المشتريات؟ يا حذركم، كانت عندي طلعة للسوق، فعبالي امور لابو المواعين اشتري من عنده، فتيهت الطريق مال ابو المواعين. فالمهم ما بيحل بعد ارجع، رجعت للبيت سولفت لابو يوسف، حطيها سوالياها مفاجأة وجابي. فطبعا اكو بعض الشغلات انا معتازتهن، بس ها هي نكتفي بني يفهم بالغرض. شوفوا بنات، اول ما اشوفكم هذا الشيء يخبل الكيوت اللي يموت. طبعا هذا كلش حلو، هذا ترمس مال شربت. فخل افتحه انا وياكم واشوفكم شنو شكله. ترى شوفوا ايش قد حلو، يخبل يموت. هذا الطبق مالته هيك يقعد. طبعا هذا هسه دارج بالسوق، واكو بيه زخارف. شوفوا هنا كاتبين عليه رمضان كريم. هذا هو مال شربت، وتجي هاي الحنفيه مالته وياه. طبعا الحنفيه الشد مالتها سهل، يعني نحط هذا، هاي بلاستيكات نحط هنا، يعني تتدخل هنا. اي هنا تتدخل، او هناك من جوا تنحط. اوكي اي لا تتدخل بهذا الشكل مثل ما مرسومه هيجي، بس دير بالكم لما تخوف هيجي. شوفوا بنات هيجي تتدخل هنا الحنفيه، وهاي من جوا تنشد هيجي. ان شاء الله بسيطة. شوفوا هيك، شو هنشدها. اي هسه من بعد ما شديناها هذا الطبق، هذا شكلها. شوفوا ايش قد حلو، خل بعد لكم الكاميرا. هذا شكلها خبل. طبعا هذا ترمز مال عصاير. شوفي ايش تنفتح الحنفية وايش تنسد. طبعا ما ضابط لان انا اريد افله، ما اريد اطرعه هسه. اي سنعوفه هنا ونجي للشغلة الثانية. هاي كلش حلو، هاي عندنا الدولكة. هاي دولكة مال شربت، هاي الطبق مالتها وياها 6 كلاصات. ست قلاصات وياها، ما يحتاج اطلع الباقيات. هاي شكل القلاصات، شوفوا هاي الزخرفة اللي بيها هيجي. شوفوا هاي الزخرفة اللي بيها، والدولكة نفس الزخرفة بالقلاصات، هي بالدولكة. شوفوا انا يعني شكلها يخبل ويجنن، كلش عجبني. بس نجي الحاجات البسيطة. سيت فرش مال اسنان، خلينا نشوف. هاي مال اطفال طبعا مو مال كبار. اي عندنا هنا الشاشين مال زلاطة، هاي على الف. خواشيق مال حلاوة، هلا طلعلكم كاشوكة شوفكم اياها، انا احب هي الشغلات. شوفوا هاي خواشيق مال حلاوة، شكلها حلو كيوت. يما سكينة مال ذبح، مال صلخ وذبح، مال سكينة مال لحم. سكينة عندي انكسرت، فهاي سكينة. السلام عليكم. عليكم السلام. وهاي عندنا هلا وهلا، خل اصور اسكت. اي هاي عندنا التختة مال الزلاطة، هاي التختة مال الزلاطة. اقعد، هاي مو الك، عايزة تكسرها ما تخليها. اي هاي هنا بنات بعثي كيسه. شوفوا بيش هاي السعر مكتوب عليها. لا انا احبها. تحبها؟ اي شنو شو راح اسوي مثلا تبوسها؟ إيه. لا لا اقعد الكاميرا. يمه ها اي انا ما اشوف، يعني ارجع الكرتون احسن لي. هاي ما ضبطها بعد. احبها.
لا 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 تحبها، اذا هي هاي شغلات كرهها، لا لا توصل لها كرهها. انت ليش مدلع؟ مو عيب؟ لا لا هاي لا تريدها، هاي هاي كرهها. هذني هذني تشو هاي هذا كله تشو. لا هاي لا لا هذا كله تشو كخ ويلي مشوفونا ضم الغراض استر عليهم. فهاي المشتريات اتمنى تكون تعجبكم. عندي هوسه بالمطبخ لازم اروح اغسل المواعين، فهذا راح افله وارجع بالكرتون مالته واضمه اطلعه بالمناسبات لان ما جهال يومين بنفس اليوم ينكسر ويا حسن، والله بنفس اليوم فاضمه احسن لي. شوفوا لي منتجات تنظيف اللي اشتريتها راح اشوفكم منتجات وبعدين اسولف لكم شلون اشتريت هيجي. شوف بالبداية هذا شنو؟ هذا معطر، هذا معطر أرضيات، معطر ملابس. اشتريت هاي النوعية، هاي الوردي وهذا الأزرق مثل ما تشوفون، وهذا فلاش. تعرفوا الفلاش يعني ينظف الترسبات، الصيع الكاشي بالمغسلة، هاي السوالف. هذا عندنا هنا سائل اليدين، هذا سائل اليدين، وهذا قاصر ألوان، وهذا هماتين سائل اليدين. شوفوا مكتوب عليه سائل اليدين. هذا بنات اشتريت من عنده اثنين، أخذت هذا. شوفوا المين، هذا للطباخ للمكان ببقع ودهون. أما هذا بس خل أتفح لي ورا، طبعا أنا مطلعتهم بالترك ما مخليتهم داخل البيت. هذا تايت سائل، شوفوا تاي السائل الملابس، هذا تاي السائل. وهذا عندي هنا هذا قاصر، يا هذا قاصر بنات، هذا قاصر ابيض. شوفوا طبعا مبردة كلها تراب لان طلعتهم بالترك. هي الشغلات ما اقدر اخليها بالبيت من ورا، حسوني خاف علي، فافضل شي اطلعهم هنا حتى ما يوصلهم. وشوفوا لي هذا انا استعملت نصه، هذا زاهي مال ماي. هذا سألتوني من شلون تستعملين هذا بنات؟ بالليمون. هسه راح اسولف لكم شلون ذني جبناهين، شنو السبب. شوفوا بنات، اول ما جاب ابو يوسف ذاك الزاهي مال الماي، اكو معمل يبيعون هاي السوالف كلها، هاي معمل اكو يبيعها، فنصيحة اشتروا من المعمل يكون كلش رخيص، يعني شلون اقول لكم نص قيمة السوق. بس مثل هذا منظف الدهون هذا بألف ونص، هذا الفلاش بألف وربع، عندكم هذا القاصر شوفوا كمية شكبرها بألف ونص باعوا، سائل اليدين هذا على ألف وربع، ذاك الزاهي مال الماعين الدبة كلها هاي بثلاثة، التايت مال السائل ثلاثة ونص. وهذا عندكم هاي المعطرات، شوفوا هذا المعطر ايش كبره، هذا بألف ونص، يعني فد عطر بي يجنن ويخبل، فالأفضل اشتروا من المعمل، جيبوهن أحسن، أفضل شي جيبوه من المعمل. أول شي يصير الاستعمال مالته مضبوط 100%، يعني مو تقليد، إذا جبتوه من المعمل نفسه يعني منشأ مالته. والعطر مثلا هسه المعطرات تكون ريحه مالتهم كلش قويه. اما القاصر الابيض بنات فانا مستعملته يعني مخلصه من عنده جيليكان، وجبنه جيليكان الثاني، هذا يخبل يعني يطلع لكم الشغلات تلهث لهث بيضه كلش. وهذا الفلاش ما سولف لكم عليه بنات، وين ما تلقوه اخذوه، هذا كارثه، يعني هذا منظف من منظف. إذا عندكم بقع، عندكم شغلات على الكاشي، على المغسلة، هذا أخذه من عنده، هذا كل زين، يعني يشلع شلع مثل ما يقولون. فالأفضل إنه إذا أكو يمكم معامل قريبة، فروحوا اشتروا من عندهم كميات، يعني تكفيكم مال سنة، أنا صراحة يكفيني كلش هواي، هاي الكميات مال التنظيف، فإحنا أخذناهن على مود بعد ما أشتري، يعني يبقى بالبيت، إيش قد تكفيني. فالمهم الأفضل تأخذون كميات كبيرة وتكون رخيصة، يعني تقريبا هاي الكميات كلها صارت يعني أقل من 20,000، هذين الكميات هاي كلها أقل من 20,000. فأنصحكم إذا أكو معامل
مال زاهي، المعمل مال الزاهي، هو يبيع هاي الشغلات كلها. يعني هو خاف يسمعون بي هو معمل مال زاهي، ترى المعمل مال زاهي كل شيء يصنع. فروحوا وتأكدوا شوفوا يصنع لكم هاي الشغلات، إذا يصنعها اشتروا منها. ترى هذا أنا معاملة عليه بالسوق 3000، قال لي وإحنا اشتريناه 1000 وربع. فشوفوا شقد فرق الأسعار، والنتيجة مالتهن. أما هذا مذيب الدهون فاستعملته يخبل، يعني يشلع الدهون شلع. فأنصحكم بهن ذني. هاي منتجات وهاي مشترياتي، أتمنى تكون تعجبكم. وأي شيء تحبون تستفسرون عني اكتبولي بالتعليقات وأنا راح أجاوبكم. تبي حساسية يا أمه؟ شوفي يا أمه شلون سخينة. طيبة ما ضيقتها؟ طيبة؟ شوفي شوفي القشوة باعي. هات 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 هسه حطلت. البعض لا يتكرر بحياتنا مرتين، والبعض إن غادر لا يعود، وإن عاد لا يكون كما كان. البعض ينتظرنا بنهاية الطريق، والبعض ينظر إليك من بعيد. أحدهم رافقك، تعثر معك، والتقط أنفاسه بجوارك، ومد قلبه قبل يده لتعرف موضع خطوتك القادمة. والبعض معطف يقيك برد الوحدة، والبعض مظلة تقيك حرارة ألسنتهم، وأحدهم جيشك ودرعك ولسان حالك. فتريث في اختيار الرفيق، واعلم من أنت من كل ما سبق في حياة أحدهم.